عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم فيديو جديد، غبرت عليكم شويه للظروف الصحيه فقط. المهم الحمد لله دابا وهاني رجعت معكم ان شاء الله وجبت لكم الجديد ملوي الرزيزه، كيجي واعر 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 وبطريقه اللي ساهله بزاف، تيجي كله محلول وبواحد الطريقه اللي سهله غادي تشوفوها معايا ان شاء الله في لا فيديو شنو الاستعمال اللي درت حتى خرج لي هذا الملوي هكا بحال هذا الشكل كله محلول وهشيش ورطب. ما نقولش لكم عليه، تابعوا معايا ان شاء الله الفيديو حتى الاخر باش نتعرفوا على طريقه التحضير ديالو. كيجي كامل وخفيف ومحلول ومورق. نتمنى ان شاء الله ما تنسونيش من لي لايك بطبيعه الحال. قبل ما ندوزوا لا فيديو ضربوا البصيمه وتبعوا معايا ان شاء الله لا فيديو حتى الاخر وبقاو معايا ان شاء الله باش نتعرفوا على الطريقه ما تزابيوش. غادي نبداو بسم الله على بركه الله. كيف ما كتشوفوا معايا عندي هنايا تقريبا واحد زلافه ونص ديال الفوص وزلافه ديال الفينو، يعني القمح الصلب هذاك الرقيق الفينو، المهم السميد الرقيق الناعم. المهم انا بعض المرات كنديرو مقد، ولكن دابا درت غير ديك زلافه ونص هكاك ديال الفوص بطبيعه الحال نوعيه جيده. المهم ضفت ليه معلقه كبيره ديال سنيده، الملح على حسب الدقيق، على حسب شحال عندكم ديال الدقيق بطبيعه الحال. وعندي واحد المعلقه كبيره تقريبا ديال الزيت العاديه فقط. صافي دابا غادي نجمع بالماء يكون دافي بطبيعه الحال. انا دائما تنعجن بالماء الدافئ حيتاش كيخلي ديك العجينه رطبه وكتجي، يعني ما نقولش لكم الاحسن ما ديروش الروبيني ديريكت، ولكن الا كان سخون الحال راه كيكون يعني سخون في الروبيني. صافي كيف ما كتشوفوا دلكتها مزيان، ويعني الا ما بغيتو كاع تكثروا الدليك بلا ما تكثروا. انا راه دلكتها هنايا تقريبا معاشين وحده ولا معتجوج بحال هكا. صافي وغادي نديرها في واحد البلاستيك، انا بغيت هذا المسمن هذا او هذا الملوي الكوتي غادي نديرها في بلاستيك غذائي. صافي وغادي نخليها هنايا ترتاح مع راساتها. المهم هنا كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما ارتاحت ليا العجينه تقريبا راه هنا فات العصر. صافي ونط هكا بغيت نوجدهم باش ناكلهم سخيخنين، لقيت العجينه ديالي ارتاحت مع راساتها وتلقات. ما نقولش لكم هانتوما غتشوفوا معايا كيفاش ولات، يعني هذه طريقه زوينه من الاحسن عودوا ديروها هكا على تساع. انا فاش نبغي نصاوب هكا المسمن او الملوي تنعجنها مثلا حتى في الصباح كاع عجنوها مع ديك العشرة ولا 11 عجنوها وديروها في بلاستيك، غير ما تكون فيها لا خميره لا والو ديروها في بلاستيك وخليوها. نتوما راه ولات عطير ما نقولش لكم، تلقات تبارك الله وعطاء وكتعطي الطوع. صافي دابا غادي نشكل منها واحد الكويرات القياس اللي بغيتو نتوما، انا درتهم صراحه ما صغيورينش وما كبارش في القياس. الا كنتو بغيتو ديرو من الصغر من هكا ديروهم تيجيو تاني زوينين، ولكن هادوك تيكونوا غير ديال الضياف، هادوك المليويات صغيورين هكا هادوك من الاحسن ديال الضيافه وصافي. الا بغيتوهم هكا غير بيناتكم ديروهم في القياس، الا بغيتو كيديرو مكبر من هكا ديروهم مكبر من هكا. المهم ما نكثرش عليكم الهضره، غادي نشكل كويرات القياس اللي بغيت انايا. كيف ما قلت لكم العجينه كيف ما كتشوفوا معايا راه عاتيه الطوع تبارك الله. غنشكل منها كويرات هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا. بعد ما كملتها كاع كامله درت واحد هكا واحد البلاطو دهنتو بالزيت وستفتو هكا فيهم وخليتهم هكا على جنب، دهنوه بالزيت من الفوق باش ما كيديروش واحد القشره، ولا ديروا عليهم بلاستيك غذائي كاع الا زعما خفتو عليهم، ولا الا كانوا كثار ديروا عليهم بلاستيك من الفوق غذائي. انا يعني خديت واحد شويه ديال الفينو غادي نضيف ليه خماره، وعندي تما الزبده والزيت. الزبده ما دوبتهاش لان اصلا الصهد ما نقولش لكم راكم عارفين مراكش تبارك الله كيفاش داير الصهد، يعني بلا ما نحتاج ندوبها دايبه اصلا من عند ربي. صافي دابا المهم غادي نخلط هذيك الخماره مع الفينو. صافي دابا غادي ان شاء الله نبدا معكم بعد ما غادي نخلط كيما قلت لكم ديك الخماره مع الفينو، او على فكره الا بغيتو تخلطوا هذيك الزبده دوبوها وتخلطوها مع الفينو ومع الخماره حتى هي ديروها مره انا كنديرها. صافي دابا غادي نبداو ان شاء الله نوريكم الطريقه، بقاو معايا باش نشوفوا معايا ان شاء الله الطريقه اللي غادي ندير باش كنحصل على ملوي الرزيزه، تيكون ملوي ولكن بحال الرزيزه تيجي زوين بزاف. ما نقولش لكم عرفتوا راه غزال وبواحد الطريقه اللي زوينه وسهله، وكل وحده
تكون يلاه اول مره بديري ديها في الملوي غادي ينجح معاها ان شاء الله من اول استعمال، يعني من اول تجربه غادي ان شاء الله ينجح معاك، كوني اكيده اختي. صافي دابا غادي ان شاء الله نبقاو نبسطوا في هذيك ديك الكويره حتى كيبقى يبان لينا سطح العمل، وبطبيعه الحال الا كانت العجين مرخوفه ويعني متلوقه من قبل وهذا راه ما تخافوش ما كتقطع ما حتى شي حاجه، راه واخا تبسطوا فيها حتى تعياو حتى كتبان لكم هذاك السطح ديال العمل ما تخافوش راه ما غاديش تقطع. المهم كيف ما قلت لكم دابا غادي ان شاء الله نبقى نشكلها بحال هكا، انا درتهم غير في القياس راه ما درتهمش هكا كبارين بزاف باش نزيد نسرحها اكثر. ودابا الزبده كيف ما كتشوفوا معايا غادي دابا ندهن بالزبده هو اول حاجه. وواحد الحاجه اخرى انا ما متوفراش عندي البنات، الا كانت ديروها راه انا كنستعملها مره مره في المسمن عرفتي راه كتجي بنينه بزاف. هذاك السميد هذاك الفينو مع الخماره ضيفوا لي واحد المعلقه كبيره ديال الحليب المجفف نيدو ضيفوها لي عرفتي راه تيجي بنين، كيجي داك الملوي او المسمن تيجي فيه واحد المذاق ولا اروع. الا كان عندكم ضيفوا راه تيجي فن. المهم هنا كيف ما كتشوفوا معايا ها نتوما واحد الطريقه كما قلت لكم اللي جد جد بسيطه، ها نتوما غتبقاو تشدوا هاد القراده هذه ديال يعني هاد القراده هذه راه موجوده في كل بيت، ما يمكنش ما تكونش هكا في شي دار. غتبقاو ديروا بحال هكا غير ديروا عشوائي بحال هذا الشكل، ولا ما كانتش عندكم شدوا ديك القطاعه ديال البيتزا، ما كانتش عندكم شدوا غير سكين فقط، تبقاو ديروا دوك الخطوطه يعني خط حدا خط عفوا بقاو يعني ديروا واحد حدا واحد ديروهمش غلط. صافي على هذا الشكل هذا، ولا كانت هذه القطاعه غادي يكون احسن. صافي انتما كيف ما كتشوفوا غادي نبدا بشويه نجر، انتما هذيك راني نسيتها ما بانت لي ما مقطعاش، انتما بشويه كندفع اولا كنجر من ديك الجهه لهاد الجهه اولا كندفع من عندي الفوق، انتما على هاد الشكل هذا غير بشويه وراه كيكون سطح العمل مدهون بالزيت يعني دغيا بسهوله كتصايب معاكم غير بحال هاد الشكل هذا. حاولوا ماشي طوي ولا يعني باش كتجي متلوقه من الداخل، غير بشويه بحال هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا الصوره. قلت انا ما بغيتش نزرب لكم نهائيا هاد الفقره هذه باش تستافدوا معايا وتشوفوا غير بشويه ما نزربهاش لكم باش تعرفوا كيفاش درت، يعني ما تزيروا ما حتى شي حاجه غير بشويه داكشي يكون مرخوف اللويه تكون مرخوفه باش حتى ديك المليويه فاش كطيب كتجي مرخوفه من الوسط كيجيش داكشي مدقص. ها نتوما بحال هذا الشكل هذا كندخلوا الوسط باش ما كتحلش لينا من في الطياب، راه واحد الطريقه واعره واعره وسهله البنات راه سهله. سمحوا لي على الصداع شويه راه الشرجم محلول. سهله الطريقه كونوا اكيدين انها غادي تعجبكم. صافي دابا غادي نستمر بنفس الطريقه كيف ما شفتوا معايا، نتمنى ان شاء الله يعني تكون وصلتكم الفكره تكون باينه لكم الطريقه كيفاش واضحه وراها سهله ماشي شي حاجه. المهم غير جربوها ان شاء الله وراه غادي تنال اعجابكم وغادي تنجح معكم. بالنسبه اللي ما كينجحش معاه الملوي ولا بالنسبه للبنات المبتدئات ولا يعني راكم عارفين ضروري بزاف ديال الناس ماشي كلشي عارفين وكيكون هكا داك المليويات كيعجبوهم ولكن ما كيصدقوش لهم كيجيو مدقسين كيجيو يعني ما كيجيوش محلولين. هاد الطريقه يا البنات جربيها بعينيكم مغمضين، والله الا جربوها بعينيكم مغمضين وما نقولش لكم عرفتي واعره واعره بزاف.
غادي نبداو نطيبو بعد ما ردينا المقله بطبيعه الحال تسخن مزيان. وواحد الحاجه الملوي دائما ولا المسمن ما تبقاوش تطرقوه بزاف، غير هذا القياس هذا يكون يعني هكا يكون باقي غلي غليظ هكا شويه، غير شويه ماشي بزاف، ولكن ما تخليوش تطرقوه بزاف هكا تبسطوه بيديكم بزاف، لا غير القياس باش كيبقى هكا منفوخ وتيجي مفشفش من الوسط وكيجي منيفخ ما كيجيش هكا مدقص، فهمتوا؟ صافي دابا المقله سخونه بزاف، كنرش غير شويه ديال الزيت، ما كنكثرش بزاف الزيت لان اصلا معجون بالزبده وسميتو يعني ما تكثروش الزيت. وواحد الحاجه اخرى بزاف ديال الناس ما كيصدقش ليهم مثلا المسمن ولا الملوي، راه السر حتى في الطياب، والله العظيم الا البنات الا السر حتى في الطياب. واحد الحاجه يعني بحال هكا منين يلاه تلوحوا هذيك المسمنه اولا الملويه يلاه ترميوها، يعني حسبوا واحد خمسة ديال الثواني ولا كاع هكا 10 ديال الثواني مثلا صافي وديروها، والبوطه تكون متوسطه باش كيطيب وما كي ماشي كيبقى خضر من الوسط، فهمتوا؟ ماشي كيتحمر دغيا وكيبقى خضر من الوسط، البوطه تكون متوسطه ما تكونش مهيله ما تكونش عاوتاني مجهده بزاف يتخطف ليكم يبقى خضر من الوسط. المهم نتمنى هاد النصائح تنفع البنات اللي مبتدئات، انا كنهضر على البنات بزاف المبتدئات، كيف ما قلت لكم فاش يلاه كنلوحوا المسمنه في المقله دغيا كنقلبوها، كنحسبوا واحد 5 اولا 10 ديال الثواني مثلا دغيا كنقلبوها، ما تخليوهاش تحمر من التحت عاد تقلبوها، لا دغيا تقلبوها صافي وكتبقاو هكا تقلبوا تقلبوا تقلبوا. راه ما مزربش انا الكاميرا هنايا داكشي يعني كيف ما هو خليته صافي، وكنبقاو نرشوا غير شويه ديال الزيت الا بغيتو، ما بغيتوش بلا ما تحتاجوا زعما المقله راه كتكون سخونه صافي. وحنايا كنقلبوا كيف ما قلت لكم صافي بحال هذا الشكل هذا حتى كيطيبوا لنا المسمنات اولا الملويات ديالنا، راه تيجيو غزالين كيجيو فنين. وما بقى ليا الا نقدم لكم الملويات بعد ما طابوا كيف ما كتشوفوا ها نتوما، راه ما كتحتاجوا لا تخبطوهم ولا تحلوهم ولا تضربوا بهم ولا حتى شي حاجه، كيبقاو هكا كيف ما كتشوفوا محلولين تيجيو غزالين بزاف بزاف. وبحال هكا كيف ما كتشوفوا معايا انا درتهم بشويه على تساع هكا مور العصر، جيت دغيا صيبتهم هكا، راه بزاف راه ماشي غير هاد شويه، راه صيبت منهم هكا بزاف وتبارك الله كيخرج يعني داك الكميه اللي درت تبارك الله خرجوني ما شاء الله. وهذا نتمنى ان شاء الله تجربوهم طبيعي الحال، وما تنساونيش من تشجيعاتكم بلي لايك والتعاليق الزوينه والبارطاج مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، ونتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم والطريقه يعني تجربوها، كونوا اكيدين انها غادي تنجح معكم من اول تجربه. وما تنساونيش من البصيمه البصيمه البصيمه، ومع السلامة إلى فيديوهات جاية إن شاء الله.